بجا يلا. وين قمت تقبرني؟ عود خليني كفي لك القصة أخي. بعدين بسمع بعدين. حاسس حالي تعبان شوي. بقى معلش إذا فتت نمت البيت بيتك. إيه شو عليه، روح ارتاح حبيبي. بعدين إذا حاسس حالك تعبان بتلفن لك للدكتور صادق ولا صرمة. لا لا أختي، إرهاق إرهاق، ما في حاجة للدكتور صادق. يلا تصبحوا على خير. وأنت من أهله. نطمن السهرة؟ لا تقبرني أنت، روح نام وتطمن. أنا ما بطلع من هون لنيمه، حتى لو تأخرت لي شوي بتلفن لأبو حمدي يجي ياخذني. إن شاء الله إلهي معافى تقبر قلبي. يبعت لي حمى عليك يا أخي، يبعت لي حمى. يا على عيونك شو بتضل بتتكركر، المسكين زعلان على روحتها. اي والله صعبة عليك يا أخي، العين تطرقني، أصيب بصدمة عاطفية. شو صدمة عاطفية؟ على عيونكم أنتو جوز. عمتي المهم لا كفينا، شو صار بعدين؟ هلا قوموا، بدي روح أغسل الفناجين والكاسات وبعدين بكفيكم. ايه ما قلتوا لي وين كنا؟ كنا بعد ما طلعتي من هون وقعدتي تفكري. لا اذا كنت طلع موجو هيك ما بعد تحكي، خلص سكتنا يا مسكين. سكتنا سكتنا يعني؟ طيب يلا ها يلا. بقيت لحالي هالبنت يلي اسمها رمزية اكيد في وراها قصة. وصلت على البيت، لكن قبل ما ادخل جاب بالي مين؟ ابو هادي رئيس المخفر. قمت رجعت فورا مثل هون وهنيك، الحمد لله لقيته مو رايح على الغدا. حكيت له القصه من طقطق لسلام عليك، واعطيته اسمه. نادى لواحد شرطي وقال له خد هاي اضرب لي في شتا. لسه ما كملنا شرب القهوه الا اجى الشرطي وقال له سيدي هادي هربانه من جوزها. قلت له بس نادوا له خليه يجي ياخذها من بيت اخي. مو تاري جوزها بطرطوس لبين ما اتصل فيه ابو عادل واخذ ورد وعطى معه. اخذت وقت الشغله قام لقى، قال له لقينا مرتك تاخذها. قاموا اتفقوا انه يلتقوا المساء. بس يا عمال خلاص الحاصله. مريت على المخفر قلت لحالي بيكون وصل جوزها، بجيبهم وبجي. قمت لقيته مو وصله. قلت له يا ابو عادل انا رح اسبقك لما بيجي جوزها، جيبه والحقوني. قام ابو عادل الله يجزيه الخير بعت معي شوفور مشان يوصلني. شفتوا ما ضاعت فيه الترباية. مو مثل بعض جماعة طول ما لهم قاعدين بيعملوا معي مقالب يا لطيف. مع انه كنت انا قاسي عليه كتير لما كان تلميذي. وصلت لعنا عندي وبعدين شو صار؟ اللي صار كلكم بتعرفوه. لما اجى جوزها لحقني واخدوها وراحوا. لا والاحلى من هيك، كل ما بسالها بتقلي مطلقه. قال بدها تلعب علي. قال لك ما لها عرفانه مين انا. المهم عمتي خلصنا منها وخلصنا البابا. بس يقبرني، شفتوا شو صار فيه بعد ما راحي؟ كمد واحترق قلبه. يمكن اتعلق فيها مثل ما بيقول المثل، اعزب دهر ولا ارمل شهر. لكن هي الدرسانة حلوة وما بشي، وعرفت تلعب عليه غناجة. ايه أنا لو ما أرجيتها الوش التاني كانت لعبت علي. الله يعينك يا أخي. سعي صبحي وانت ربحي، اجا وقتها أني فاتحكم فيها. ليش بدكم تحكموا على أبوكم بالعذاب ويضل وحيد طول عمره؟ ليش؟ بكرة انتو سنتين ثلاثة رخار بتكبروا وبتتجوزوا، ويضل هو بكبرته ما في حدا جنبه ولا حدا يراعي. ليش عم تطلعوا ببعض؟ شبكوا ما تردوا. طفي طفي التلفزيون ما في شيء. خلص خلص رح احط لك الصوت. المهم هلا شايف عمتك رجعت تزن على جوازة ابوك، مسكتنا من ايدنا اللي بتوجعنا.
ولا انت دغري بتوافق؟ غصبا عني ربحي، غصبا عني. ما شفتها شلون حشرتني بالزاويه وما كانت تفلتني لحتى قلت لها معك حق. وكمان هي حاولت معي، بس قلت لها بحاول فكر. يا سيدي شو هالمشكله؟ المهم هلا شو شو بدنا نعمل؟ لك شو 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 عم اضربك؟ مستحيل نخليها تجوزه. لا انت لك راي ثاني؟ لك لا لا راي ثاني ولا راي ثالث. انا معك على طول الخط. لك حاجة تنقل بهدش طخ 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 دواختني لك ازاغ عيوني شباك. بركة نشوف شي شغلة نتفرج عليها بعدين انت طلع فيني. لا تطلع فيه. اي هي 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 اتركها اتركها هون منيحة. ربحي نحن لازم نحتاط. يعني عمتك رجعت تفتح الموضوع القديم تبع الزواج مع ابوك، وابوك يعني وضعه هلا مو ظابط، رح يضعف ويوافق. مو بجوز يوافق، اكيد حيوافق، وخاصة بعد ما طبس برمزية. ليه؟ يا لطيف شو ها؟ ما شفته شلون يعني حريد وفات على غرفته، حتى الموضوع ما بده يسمعه من عمتي. ايه هلا اذا هي عم بتخطط نحن كمان منخطط. بس بالاول متركة شوف نشوف شو بدها تساوي، بعدين على اللي شي هي بدها تساوي بنغزل عليه. خرب بيت قلبك، لك مو عساس لغيتون هدول المحطات. على عيونك. ايه ابو حمدي كلية نصفيحة، نص بندورة ونص بلبن. وهات لك معك كلية اللبن. لا ولا إلا كيلو بيكفي. ايه كونوا عندي هون الساعة تنتين تنتين ونص. ايه قلت له لأخي هلا قبل ما يطلع على شغله، قلت له اليوم انتم معزومين عنا. قال لا مو قدرة. قلت له اللي كان منعزمكن عنكن هون وبخلي أبو حمدي يجيب لنا نصفيحة. ولي على قامتي ولي على قامتي يا أبو حمدي، وشه سالت ومصفر تعلق فيها. ايه بس معه حق، صلى مرته قريب السنة متوفية. شو ابو حمدي كان يتجوزها؟ بالله لا ما حبيتها منك. هي يتجوز شغاله؟ وبعدين حبيبي طلعت متجوزه يا ابو حمدي افندي. اي خلص خلص ما بيمضى هالشهر الا وبيكون خطبت له وكتبت له كتابه. المهم بدي همتك اليوم معي، يعني ما لنا تاركينه نحن الاثنين ليقلنا موافق اخطبي لي يا اختي. لا وهلا وقتها ابو حمدي، وقتها بعد قصه رمزيه. لك ايه رمزية الشغالة شباك؟ الولاد؟ لا لا يكن لك فكرة يتركون علي. بعرف بعرف، لا مالي معتمدة على حكيهم معي مبارحة، بعرفهم بيقلبوا قوام. وبعدين هذا ربحي، هذا اللي اسمه محراك الشر، ما قال لي ايه. وصبحي ان شاء الله بيقبر قلبي، هذا بيندفق قوام قلبه طيب. ومين ما قال له قوم لنحش بيقول له قوم للرش. وينك ابو حمدي؟ لك سكوت محضرت لك نقفة دين شغلة تخليني أنا وياك احكي مع أخي بكل راحة. إن شاء الله بتشكل قاسي وأبو حمدي تشكل قاسي، لونك لون الحبل قاسي، والله لحطك على راسي وغني لك شي غنية. ايه تقبرني تنتين تنتين ونص. ايه يلا لا إله إلا الله. لك اتركني تعبانه ان شاء الله. فهمتك انه ما في مره بيجي فيها لهون بليله صار شغال، راح ينقطع نفسي وراح يوقف قلبي كمان كله بطلعت هالدرج. يلا الحكي بيناتنا، انت اللي بتخاف تطلع بالاسانسير بتحب طلعت الدرج. محمد هادي عالي يا هات عنك هات يسلموا هالايدين. شو هذا اللي جايبه؟ فضلت خيركم شويه تفاح وشويه برقان وهذا سطل اللبن اللي وصيتيني عليه بالتليفون.
وصفيحة امتى جاية؟ صفيحة يا ستي اتفقت على اوبراتي تبع الصفيحة ما غيره انه يبعث لنا بين التنتين والتنتين وربع. إيه؟ يعني انا جيت اخوك. ايه الله يعطيك العافية. الله يعافيك. لا تكويني تكويني شكرية شكرية يا محبي. فهمنا لا شوفك بالبيت ولا شوفك هون كمان. ليش يا حبيبي؟ ما لا تاخذني. تعال بالشارع تعال. الله ايش هالبردانات الظراف اللي جايبناها هون؟ ان شاء الله بيعيشوا الايدين على هالمسواق. لسه التفاحات شوفيهم احلاهم يا عيني عليهم. هذا تفاح ستاركن ممتاز نوع اول كيلو 75 ليره. شو وين الاولاد لسه ما اجوا؟ لا ايو قاعدين باوضتهم لاطيين مدري شو عم يدحدحوا. وينك محمدي؟ شو فيها اليوم؟ بدنا نحكي لازم نحكي مو مثل كل مره تعملي لي اياها بعدين بعدين بعدين. يا لعيونك انت شو وقفك هون اه؟ ما تروح لعند اخواتك؟ لا لعوني لسه كل واحد بيقلاني شغل. تا حبيبي تا عيوني تا يا فتحي تا حبيبي تسلم لي اعطيني بوسه من راسك. تسلم لي يا فتحي. لا حبيبي لا ليش عم تبكي؟ لا اشوف شواربك خطوا وكبروا ما شاء الله لا تبكي. فتحي انت سقطت من عيني من لما فسدت علي لاخواتك وانت بتعرف يا عمتي قديش انا بحبك وبعزك. خلص عمتي تبت ما عاد افسد. وينك محمدي؟ نعم. يعني ما قلتي لي شو ناوية تعملي؟ لك هلا اصبر علي شوية. تاكل لك تفاحة؟ سبقتك اكلت واحدة على الطريق. اي والله منظرهم بشحي. الله وطيبين كمان. رجل الأرمل لديه ثلاثة أولاد ذكور يحتاجون إلى مربية ومدمرة منزل حسنة السيرة والسلوك ويفضل بأن لا تتمتع بأي صفة من صفات الجمال. لمن تتمتع بهذه الصفات الاتصال على الرقم تبع بيتنا بين 9 و1 صباحا. حلو مين كتب لك ياها؟ تساعدت أنا وتبع الإعلانات بالجريدة عليه. حلو حتطلع بالجريدة يعني؟ بكرة دفعت 450 ليرة شرف قاسمني. اه الشهر ما معي مصاري. خلص الك معي 225 ليرة بس قبض مصروفي الله وكيلك برجع لك ياهم. ولك دب انت مو دب كبير شلون جتك هالفكرة؟ إيه مو انا عبيدوس بالخطة من امبارحة بالليل اليوم قاعد طول الوقت بالمدرسة ومخي مو مع الاستاذ ولا طلعت براسي قلت لحالي لازم نلاقي شغالة بدل رمزية اللي راحت ومنه ما مترك لفرصة لعمتي تحكي بقصة الجواز. عملت حالي ورحت لعند المدير وقلت له انه ابي مرضان واخواتي اتصلوا فيني. وقف 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 وقف, وقف شوي. شو قلت لي اتصلوا فيه كيف؟ المدير عمل نفس الهبلة تبعك بس انا كنت محضر حالي قلت له انه اخواتي حاكوني على موبايله لخلدون لانه انا عاطيهم رقم اذا كان في شي طارئ. وبعدين ولا قبلين سمح لي حملت حالي ورحت على الجريده قالوا لي على الباب لوين رايح؟ قلت لهم بدي احط اعلان عم بعثوني على تبع الاعلان وقرط علي 15 ليره لانه طلع الاعلان ب 435 ليره مالك بالطويل. المهم كتبنا الاعلان وقال لي انه رح ينزل بكره فشو رايك؟ فكره منيحه كثير بس حيوافق ابوك؟ إيه لا تخاف على عزمي بتعرفه يعني هو بعصلجه اول شيء بعدين بيوافق. المهم بدنا شغالة بالمواصفات اللي بدنا اياها وما تأثر على أمن البيت. أمن البيت؟ شو؟ منين بتجيب هالمصطلحات أنت؟ يعني أنا بعرفك دب كنطيك يعني أحيان هيك شوي على هبلة تعطي. شو أمن بيت؟ أمن مجتمع أمن؟ بس برافو عليك. Oh.
حمدي حمدي قوم حبيبي تعال وصفك عيون ولو شكرية 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 تقطون الجيران بتفرجوا علينا هذا مش بتوفينا شكرية لك جبت الصيحة ما أكلت بدا يا شكرية فور ما بتحكي ذا كلمة يا خلص التوب يا يا على عيونك لك كل بحد وبيت السلطان خيله الخنسة مدرسة فوق تعال خلص بقى انت وياه يا على عيونكم يا بصر اشتهيت لك هذا من ايزي لا تردني خايب ها بزعل منك ابو زفير اقول لك كل الارز بس لك يا صهري قلت لك شبعان بس ما راح خجلك شو شبعان يا ابو صبحي اذا مالك شبعان ما اكل شيء كل اللي اكلته بتقراص شايفك انا ابو صبحي شايفك لك نفسي مو قبلان الاكل وحاسس حالي انه شبعان هلا خربت الدنيا ابو صبحي شو ها ابن عمي مو هيك الدنيا اي وقت كانت المرحومه الله يرحمها ابو حمدي ابو حمدي مو وقتها تقبر عيوني يا اخي تقبر عيوني الهي يرحم ابوك بس الارض الله يخليك راح اكل اختي لانه حلبتيني بلحمه ابي بس وينك اختي الله يوفقك انت وجوزك لا بقى تضغطوا علي بالاكل انا لا عبد الدلال ولا لي خجلان بس حاسس انه وصل الاكل لهون لحلي لا خلص تقبرني خلص ما عاد حدا يحلف عليك شو محمدي شو ما صار لازم يحكي بقى لا نحكي لك بعدين قولي على قامتي علي يا لطيف يا لطيف يا لطيف بسيطة بسيطة انكسر الشر بعده عن الكرسي مالك يا محمدي بس مالك يا مالك يا صبحي يلا 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 صحتين وعافية إن شاء الله ألف أنا وعافية كل من أكل يلا أنا رح أمص لكم هالبردانة الله يرضى عليك يا أبو حمدي يا صبحي كل وحدة هالقدة ولا التفاحات الستاركن الحمر يلي بيشهوا الأكل عم يقرشوا قرش أختك شكرية لما جبت التفاحات وجيت لهون قبل ما يجي إجير الفران بالصيحة ما استنيت مدت إيدها وهرشت وحدة هرش هلا بدور ابو صبحي تفاحات طيبين كثير كثير تعرف وانا حاملهم وجاي لهون كمان انا ما قدرت قاوم مسكت وحده وقفت على سبيل مي غسلتها وهرشتها ما كان في لزوم صهري ليش عذبت حالك ولو ما في عذاب يا ابن عمي ملاو مغسل لك يعني صهري طمنا يا عمي صار له شيء عصا أبو حمدي تعال يا هم شوي إيه حاضر أنا شدي حاضر فتحي قوم لحقوا بسرعة واسمع شو بدون يحكوا بعدين تجي لعنا وتخبرنا يلا بهدلت هديك البهدلة على مالك قدران تستنى شوي هيك الأولاد بيسمعوا ما شفتهم كيف كانوا عم يطلعوا ببعض وعم يتكركروا هي حسوا عليك يا على عيونك شو بصلتك محروقة المهم بعد ما بهدلته اعتذر له وقال له والله مو بقصدي يا ام حمدي بس لقيت اخوكي قصده بابا متضايق قلت لحالي يا ولد دق الحديد وهو حامي يعني ومن هالحكي كل هالكلام بنعرفه وصلنا للمفيد فتوح على شو مخططين حاطين خطه مشان يحكوا مع ابوكم بالجواز اليوم قربوا لشوف اي فتوح شو هي الخطه هلا عمتكم بدها تغلي الشاي ايه
وبدها تحط بالشال. ايه لا اتركوا شباب. ايه مثل الاهبال كفي فتوح. ايه وضريب ان شاء الله. انا عم اقول ايه بدها تحط لنا بالشاي منوم. هيك لكان بدها تنادي لنا لنشرب الشاي. يلا يا اولاد تعالوا نشرب الشاي. ها سامعين؟ وبعد ما ننام بدها تحكي هي وعمكم ابو حمدي بموضوع الجواز مع ابوكم. ايوه شغلتها بسيطة. تعال قلا ما بنشرب الشاي. لا تضرب شو بهيم تضرب شو بهيم. يا اخ شو ما نشرب الشاي بنلاقي لنا شيء قصة تانية. يلا بدي شوف جايين عمتي جايين. هلو يا ليت. تعو 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 قربوا اسمعوا شو رح نعمل. مقالب شلون بتصير. هلا شوف يلا تنتين أأمن. شو عمتي؟ ما خلص الشاي؟ بلا تقبرني لك تكة وبيكون عندك أطيب شاي دقته بحياتك. يمكن روحوا. لا ما اشرب شي شاي. صبح زوزة انا ما اشرب شي شاي. خلاص خلاص فهمت عليك فهمت عليك. ما اشرب شي شاي. شرب انا زوزة انا ما اشرب شي شاي. شايف عمو؟ ايه كل ما بتنزلها هون بتاخذ نقاط اكثر. ما شاء الله ما شاء الله حولك شو شاطر. ارجيني شوف عمي ارجيني. يا ريت شاطر بالمدرسه مثل ما هو شاطر باللعب. هاي على اليمين. هاي 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 نزلها هون. يا حلو والله. يلا حبيباتي هاي شاي لصبحي وهي شاي لربحي. هلا بتشربوا الشاي وبتقوموا قوام على دروسكم. ايه روحي ما شربشي الشاي. فهمان علي فهمان علي شربشي الشاي. على عيونكم شو عم يطلع منكم. ايه ايه عطي باري هاي بتعمل عليهم اختي. نعم. ايه ما تحطيها بصينيه وتجيبيهم كلهم. اي والله لك اخي هلكت من الجلي. ينقصني جلي صينيه بعدين يبلي بحمه هالمعجون اللي جايبينه مو نفعان ابنه. شوف ايدي شو صار فيهم. شوف ما اشربش شاي اشرب ازوزه انا ما اشربش شاي. تفضل تقبرني هاي شايك اخي. تفضل ابو حمدي هاي شايك روحي. ايه عاطي علي عاطي بس ايه انا بديني. عاطي هلو عاطي ما اشربش شاي اشرب ازوزه انا ما اشربش شاي. بس يا ولد جاهز جاهز. بابا عندي نكته خير الله راح تحبها. عم ابو حمدي شو نكته بتجنن. هذا يا سيدي قال كان في اثنين بتاعته واحد قال له للثاني قال له بت 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 شارط انه انت بت 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 تاتا اكثر مني. قال له انا بت 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 بتعطي اكثر منك. قالوا ايه انت بتعطي اكثر مني. لا انت علقوا بعض في سوبر ماركت بوشهم. واحد قالوا للثاني قالوا خيو هاي سوبر ماركت منروح منجيب لنا اطرميز عسل. الشاطر اللي بيجيب الاطرميز قبل الثاني. وافقت قال له وافقت. حطوا الساعه وعيروها. حط هيك اول واحد وانطلق على السوبر ماركت. دخل لجوا قال له يا طيقل
العافية. عندك عسى؟ قالوا ده عندي. قالوا بدي أطرميز عسى. عطى أطرمي. قالوا قداش 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 حقه؟ قالوا حقه 100 ليرة. تكلوا ال 100 ليرة وانطلق لعند رفيقه. قال له وقف الساعة وقف الساعة هذا. قال له قداش طلعين؟ قال له دقيقة الثانية. حط هيك رفيقه الثاني وانطلق عالسوبر ماركت. قال له يا يعطيك العافية. قال له الله يعافيك. قال له عندك ترميز عسى؟ قال له عندي. قال له بدي واحد. أما ده قال له بدك يا تبع الكيلو ولا تبع الكيلو ونص؟ قال له ما الله وفقك. خسروا. بس شلون النكتة؟ شلون ربعي؟ فتحي؟ يه ضبطي. يا حبيباتي ان شاء الله بتضلوا طول عمركم بالهنا والسرور وضحكانين. شكري انا عاطي بالي اه عاطي بالي. خلاص خد تقبرني فتحي، هي الك وهي الي لانه ما في شيء. لا اعوذ بالله عمتي، ما بدي شيء انا، ما بدي، عندي راس كثير كثير كثير. روح على غرفتي. يا لعيونه شو هاي؟ بس يقبر قلبي مهضوم. لك تريك من ايدك انت التاني، شو ولد صغير؟ صغير بعدي حمى اني الي واني له. والله ما تعرف انتو ما تشربوا الشاي تبعكم يعني؟ ايه هلا بنشرب الشاي. رح اساعدك عمتي انا. لا 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 تمرني، رجعنا محلنا. عود انت واخوك حبيب قلبي، لا تتحركوا بنوم. ليش عمتي ليش؟ اخ راسي روح حساس عم يوجعني يا عمتي. الحمد لله عم يشتغل مفعول الدواء. ما قلت لك انا اعطي بالي عليه. خلص شيلها يا عمتي، خلينا نكمل الدواء. شاش ودو كأنه اجتني ناعوسة. حاكم انا بعد الغداء بحب ايلي ولو انه نص ساعة زمان. ايلك ايولي ميلك ميولي، نسقك فنجان قهوة نعمل لك تبولة. منك يا غزيل يا غزيل، يا ابو حمدي يا غزيل. بس يا ولد اذا تعبان هم نام بغرفتي ابو حمدي. لا هي ساعة زمان، اذا مريت نصحى. اذا مريت قلنا لك. بس يا ولد لا بصوحي لا شباب، كأنك انت الثاني تابت كمان. لا تابت ولا شيء، هي الكبير كم اشتا عجارة شوفها هلا بتفكه وهي جهاروسي. بعيدة عن اسنانك ابو صبحي الفكان. اي ما بتطلع، طلع اذا بتطلع. إذا بيقدر يطلع. طلع القمر غفي حبيبي غاب القمر، وعي حبيبي عليت ليالي السهر، يلا يجينا القمر. بس يا ولد اطلع بكرام اطلع.
شو في شي عمتي؟ قمنا ملك شوي لك حبيبي مشان جسمك يعرف يرتاح. بشرط انه احكي لك حكاية. رح احكي لك حكاية حلوة كتير. معناتها زبطت. شو هي اللي زبطت؟ اه شو هي؟ اللعبة عمتي اللعبة. يلا ما بدك ننام؟ يلا تعي ننام حبيبتي تعي يا حبيبي. يلا مشربسي يلا نام 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 يلا يلا يا حبيبتي تعي ننام. كان يا مكان يا قديم الزمن كان في ملك اسمه شارلمان. يريحوه يفزعوه ويخت عليها صاروا سامع نومه ونحنا ما دخلنا لا حطينا منوه ولا عملنا مقالي ويخت عليها ولا حضر عليك يعني تركن هون لخلا روح شق لي على عمتك. وإجا لعند الملك شارلمان وقال له يا ملك الزمان يا عظيم العصر والأوان. يا لطيف يا فتحي. شو هنا؟ عم سطحته وعم تحكي له حكاية. الله عليك يا فتوح شو ذكي. يختر لنا ويختر لنا. هلأ شو بدنا نساوي؟ نحمله ومنحطهم بغرفة أبوه. لخ شو نحمله ما شاء الله عليه مو شايفه بده تريلا تنتقوا. شو بنساوي؟ أنا عندي حل. منحطه على الأرض منسطحه ومندعب له دعم ملك. بس عزمي عيب نحمله حمل أبوك هذا. إي مزبوط. قسي عليك يا الله. ما شاء الله أخزن عيب ما شاء الله. الله أكبر. علمت شو بدك لساك فايه؟ شو لسه ما نمت؟ لا عمتي لسه ما نمت. يلا كفي لي الحكايه وصلنا عندك. هلا نعم بس تفيق بكفي لك يا حنان. نعم خليني امن عليك نروح شوف عمك ابو حمدي وابوك شو بدهم. لك شو لسه ما نمتوا؟ وين ابوكم ابو حمدي؟ ما خبرناك يا عمدي؟ تعبوا فناموا فدخلناهم على الغرفه تبع بابا. يا عيونكم الهي. ما اشربش الشاي اشرب ازوزه انا ما اشربش الشاي.